ماذا فعلت أمريكا لمجابهة الإرهاب منذ أحداث سبتمبر، منذ 20 عاما تقريبا؟ الولايات المتحدة تعاملت بسرعة مع الهجمات وما بعدها، ولكننا رأينا أيضا ازدياد في الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، و 19% من الإنفاق الأمريكي الآن يوجه لمحاربة الإرهاب. فهناك 180 مليار دولار تخصص كل عام خلال 20 عام لمواجهة الإرهاب. لذا هذه الحادثة كانت فعالة جدا في اهتمام الأمريكيين بالإرهاب. ومنذ 11 سبتمبر هناك 172 شخص فقط قتلوا بشكل مأساوي في الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة، وهذا رقم قليل. ولكن ما نراه الآن بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وما رأيناه أيضا في أوروبا في الأعوام الأخيرة هو أن أوروبا يزداد الإرهاب بها، ولكن هذا ليس ما مثل ما حدث في 11 سبتمبر والذي قتل آلاف الأشخاص، ولكنها الآن هجمات صغيرة يقوم بها أشخاص قليلين. لذا نحن نرى هجمات قليلة وصغيرة متفرقة في أوروبا، ولكنها تهديد مستمر. نحن نرى تغير أيضا في الإرهاب في أفريقيا. في الماضي أفريقيا خلال 15 عام الماضية رأت ازدياد كبير في التهديد، والاتحاد الأوروبي وأفريقيا عليهم أن يتعاونوا ليس فقط من أجل أبنهم، ولكن لمساعدة أفريقيا لمواجهة أزمة الإرهاب المتزايدة.